بس يعني النهارده بمناسبه الكلام على انه هالاند يعني متصدر القائمه، هنروح لنادي اللي شهد تالق الاسطوره النرويجيه، بقى واحد من اهم الاسماء النهارده في عالم كره القدم، بقى واحد من اهم نجوم الدوري الانجليزي، مش هبالغ لو قلت واحد من اهم وافضل مهاجمي العالم. البدايه كانت في سالزبورج، وهيكون معايا كابتن محمد سحلي وهو مكتشف هالاند في بداياته طبعا اثناء لعبه في فريق ريد بول سالزبورج، وكان في التوقيت ده كابتن محمد سحلي هو مدرب الفريق. كابتن محمد طبعا بداية اهلا بيك على شاشة الاهلي، وشكرا على مشاركتك معنا في السادسة. مرحبا بك خويا احمد، ومرحبا بكل المتفرجين واللي تابعوا فينا الان. يعني بداية هارد لك، يعني خروج سالزبورج من بطولة دوري الأبطال بعد خسارته مع ميلان، ازاي شفت مستوى سالزبورج، وهل النتيجة دي من وجهة نظرك منطقية ولا كان من الممكن انه سالزبورج يحقق نتيجة افضل منها؟ كان كل الظروف كانت مواتي انه سالزبورغ يتعدى، لكن كان من الاول واضح انه جاء في مجموعه صعبه فيها تشيلسي، اسي ميلاند، ودينامو زاغرب، لكن على 6 مقابلات في 5 مقابلات فريق ار بي سالزبورغ قدم اداء ممتاز بصراحه. معناها تعادل 1-1 في لندن ضد تشيلسي، تعادل 1-1 ضد الاسي ميلاند في سالزبورغ، والانتصار على دينامو زاغرب، وكان الاداء معناه يخلينا كما نقولوا نستناو نتيجه ايجابيه، خاطر التعادل كان يكفي انه نادي سالزبورغ معناه يتعادل للدور القادم، لكن معناها كان المنافس اسي ميلاند كان حاضر احسن واقوى، وكما نقولوا سجل اهداف في اوقات حساسه، بالرغم كي نشوفوا مجريات المقابله كانت المقابله متكافئه نوعا ما. كان في وقت ما سالزبورغ طلع عمل الهاي بريسنج، ضغط، خلق فرص، لكن نتصور انا حكم عامل السن اللي يوم الأربعاء ثاني أصغر معدل أعمار بعد أرسنال سنة 2009 يكون فريق ريد بول سالزبورغ، كانوا جل أغلبية اللاعبين في النهاية كابتن محمد هي تجربة محترمة جدا، يعني وسالزبورج نجح الحقيقة انه يفرض نفسه على الساحة الكروية في اوروبا في السنوات الأخيرة، فريق بيقدم كرة مميزة، عندهم قدرة الحقيقة على اكتشاف اسماء ومواهب بتتألق بعد كده مع اكبر الأندية في اوروبا، لكن بعض وجهات النظر ممكن تقول لك يمكن تكون الفرصة في اليوروبا ليج في المنافسة يعني ممكن تبقى افضل، ورغم انه حقيقه نسخه السنه دي من اليوروبا ليج فيها يعني كتير من عتاوله اوروبا، بنتكلم على مشاركه يونايتد، بنتكلم على ارسنال، بنتكلم على يوفنتوس، بنتكلم على برشلونه، كل دول هيلعبوا في اليوروبا ليج، فازاي هتشوف المشوار وازاي ممكن تقرا قدره سالزبورج على المنافسه في اليوروبا ليج؟ كما قلت اخي احمد، انت معناها انت والمنافس القادم، خاطر فما منافسين من العيار الثقيل في الاوروبا ليج هذه السنه، ما غير لا ننساو انه قبل 4 سنوات نادي ار بي سالزبورغ وصل دور نصف النهائي وانهزم ضد اولمبيك مارسي، معناها نادي متعود كما نقولوا يمشي لبعيد في المناسبات القاريه الكبيره هذه. نتمنى وان شاء الله يكون الفريق حاضر ضد اي منافس، عندي ثقه فيهم، خاطر أغلبية اللاعبين اللي يلعبوا حاليا في ريد بول سالزبورغ دربتهم، مثل نيكلاس سايفالد لعب وسط الميدان والنجم الجديد اللي قادم في الكرة النمساوية، كذلك المهاجم جونيور آدم، معناه عندي ثقة في اللاعبين كما قلت، بالرغم عامل السن ونقص الخبرة، لكن عندهم رغبة، لاعبين قويين، لاعبين سريعين، لاعبين عندهم انضباط تكتيكي كبير برشا، يخليهم كما نقولوا ينافسوا بجدية ضد أي فريق إن شاء الله انا يخلفهم الأمر. حابب يا كابتن محمد اقف معاك مع تجربة سالزبورج شوية، لانه سالزبورج قدر يطرح نفسه او يفرض نفسه في المواسم الأخيرة ويقدم الكرة النمساوية بشكل إحنا ما اعتدناش عليه، أنا أكلمك بمنتهى الصراحة، يعني دايماً النمسا مش من الفرق اللي دايماً بتقدم أو عندها قدرة إنها تنافس الكبار في أوروبا، ورغم كده سالزبورج قدر يفرض نفسه على الساحة وقدر يحقق نتائج مهمة جداً وكبيرة قدام كبار أوروبا، إيه سر النقلة دي؟ إزاي حققته
المستوى ده، ازاي وصلتوا للتطور ده على مستوى نادي ار بي سالزبورغ؟ شوف، قبل كل شيء في ريد بول سالزبورغ ما كانش عنده كما نقولوا الثقافة التشويجية ولا سيطر على الكرة النمساوية. كانت الكرة النمساوية فيها رابيد فيينا اعتقد. رابيد فيينا واسترا فيينا، ومن بعدهم يجي اسكا شتورم جراتس. الى حد 2006 كان النادي اسمه اوستريا سالزبورغ، وكان كما نقولوا دخل في ازمه ماليه ومش يندثر الفريق، بحكم انه المشروب هذا نتاع ار بي السيد ديدي ماتاشيتس هو من اصيلي مدينه سالزبورغ، اشترى النادي. ومن يومتها كان واضح، معناها كانت انسان عنده استراتيجيه واضحه، كان عنده هدف انه يكون ناجح في تسويق المشروب نتاعو وفي تسويق الفريق، اللي بحكم انه كما نقولوا لا، لكن ده على مستوى البيزنس والتخطيط والإدارة، لكن على مستوى الكورة والملعب وكيفية اختيار الأسماء والنجوم، لما يجي نتكلم كورة لا، هي تجربة تدرس. أنتوا قدمتوا أسماء كتيرة جدا أكيد مميزة، منهم طبعا وليس آخرهم إيرلينج هولاند طبعا، اللي مكسر، كان مكسر الدنيا مع بروسيا دورتموند، وحاليا طبعا مع مانشستر سيتي. شوف، السر ما كانش أولا في اللاعبين، السر كان في الأول في المدربين. عملوا أكاديمية ار بي سالزبورغ، وكنا في كما نقولوا في جيل متاع مدربين. نذكر لك على سبيل المثال على الحصر، شوف ماركو روزا كان يدرب في الأكاديمية، معناها في شخصي أنا، وماركو روزا مدرب لايبتيك حاليا، مدرب بروسيا دورتموند السنه الفارطه، روجا شميت مدرب ليزابون، ادي هوت مدرب اينتراخ فرانكفورت، يوليان ناجلسمان مدرب باير ميونخ. البايرن حاليا، نيكو كوفاتش، كنا في اكاديمي، معناها اختارونا 22 مدرب من جملة ما يقارب 600 مدرب، اختارونا ال 22 نواة كما نقولوا المدربين هما في الأكاديمية، معناها باش نشتغلوا بدا كما نقولوا عن طريق الباز، عن القاعدة لأنه وصل معناها للسومي، معناها قمة. للهرم. بعدها كما نقولوا الشغل بدا كما نقولوا في المدربين، في المؤطرين، فهمت؟ صار في سالزبورغ معناها الأسامي هذه كلها معناها راحت طب خلينا ندي مثال على المعنى. ده كابتن محمد، مثلا باسم زي ايرلينج هولاند، يعني واحد من اهم نجوم كرة القدم في العالم، والبداية كانت في سالزبورغ، ازاي، واعتقد انك انت كنت سبب في اكتشاف موهبة ايرلينج هولاند، ازاي شفتوا ده وازاي اخترتوا؟ هل وانتوا بتشوفوا هولاند لأول مرة في النادي كنتوا متوقعين انه اللاعب في يوم من الايام يكون واحد من اهم اسماء على مستوى الكرة الأرضية في كرة القدم؟ وازاي قدرتوا تطوروا من مستواه، ومن ثم طبعا كانت عملية انتقاله لدورتموند ومن بعدها المان سيتي؟ شوف، لما تشوف انت، نرجع لك انا لحظه، النادي عنده فلسفه خاصه، عنده طريقه لعب خاصه، طريقه لعب زرعها فينا وزرعها في المدربين قبل ومن بعد في اللاعبين، هو رالف رانيك مدرب مانشستر يونايتد سابقا، كان المدير الرياضي نتاعنا، عنده فلسفه كنا نتبعوا الفلسفه هذه من الشبان حتى الفريق الاول. والفلسفه هذه تعتمد على اللاعبين كما نقولوا اللي عندهم السرعه والفنيات والقوه. على ذيك كي تشوف انت اغلبيه اللاعبين اللي نجحوا وخرجوا من ريد بول سالزبورغ، يمكن ألينغ هالاند هو اكثر لاعب صار معروف فيهم، لكن ما ننساوش ساديو ماني طبعا قبل ساوثهامبتون مينامينو قبل اعتقد ليفربول، برضو. مينامينو، نبي كايتا، نبي كايتا. كسافا شلاغا، ايرلينج، ما يقارب معناها الريد بول في الاربع سنوات الفارطه كما نقولوا كوننا لاعبين وراحوا الاقوى الانديه في البطولات الخمسه الاوروبيه، ما يقارب 27 لاعب، لو كنتوا معناها احتفظتوا بيهم، الفلسفه. لو كنتوا احتفظتوا بيهم يا كابتن محمد، كان زمانكم النهارده بتنافسوا على الشامبيونز ليج. صعب، المشكل ما نجموش نستحفظوا بهم، خاطر بصراحة ايوه ضعف البطولة النمساوية، ايوه معناها تصور صحيح، نادي طبعا سالزبورغ، طبعا طبعا نادي سالزبورغ مسيطر اكيد على اكيد البطولة النمساوية،
كاس وبطولة كل سنة منذ 9 سنوات، صحيح صحيح واللاعبين يجيونا كما نقولوا في صغار في السن 18 19 سنة، نكونوا يعطيهم الفرصة انهم يتأقلموا مع كما نقولوا صنف الأكابر سنة سنتين، ايوه ومن بعد اللاعب بطبيعته عنده طموحات ويحب يروح طبعا الخمسة الأندية بطولات القوية. الكبرى كبرى معناها صحيح بالضبط السر أي. هو في الفلسفة، فلسفة النادي من الشبان حتى للفريق الأول كله على نفس المنوال. نرجع لقصة إيرلينج. إيرلينج كانت أول مرة لما كنت أنا غادرت في فترة ما نادي سالزبورغ، ورحت حصل لي شرف أكون أول عربي يكون في الإدارة الفنية المنتخب أوروبي. كنت ندرب في الأندر 19 المنتخب النمساوي. شاءت الصدفة أنه أول مقابلة مع المنتخب النمساوي في دورة رباعية تحت ينظمها الاتحاد الأوروبي، كان المقابلة الأولى مع ضد النرويج فريق اللي كان معاه هالاند. هالاند يومتها نتذكرها معناها إلى حد الساعة، معناها تصور كنا منتصرين 1-0، 60 دقيقة لعب كنا متحكمين في مجرى المقابلة، واحد كان ماشي الإحساس أنه ما نسجل الهدف الثاني. إيرلينج يدخل دقيقة 57 تقريب وتغيرت المقابلة 180 درجة، عدلوا، كان هو عنده عامل أسيست، عدلوا 1-1، لكن نحن انتصرنا عليهم ضربات الجزاء 6-5. الوحيد اللي أخفق في ضربة جزاء كان إيرلينج. إيرلينج هو اللي أعدل ضربة جزاء خلتنا نترشحوا. بعد 4 أيام نحن لعبنا الفينال ضد الدنمارك وانتصرنا 4-1. في المقابلة الترتيبية النرويج ينتصر 6-2، 3 أهداف هالاند من وصنع 3 أسيست. معناها كان من بعد رحت للمدرب المنتخب قلت له معناها اللاعب كيف بالامكانيات هذه ليش ما لعبش كما نقولوا من منذ البدايه ضدنا؟ قال لي لا، راهم متفاهمين مع الفريق النرويجي الفريق الاصلاني نتاعو انه ما يلعبش اكثر من نصف ساعه في المقابله الاولى، يلزم في مقابلتين 120 دقيقة عشان كما نقولوا الكاباسيتي القدرة البدنية، خاطر قبلها ب3 أيام لعب مقابلة. معناها زادوا هما عندهم كانوا خدموا معاه أي عملوا معاه شغل كبير، ومن هناك انطلقت مع رحلة توجيه إيرلينج نحو سالزبورغ. يعني أنا طلب بشكرك الوقت شكرا جزيلا، طبعا اتشرفت بمشاركتك معانا، كل الشكر ليك كابتن محمد سحلي المدرب السابق لنادي ار بي سالزبورج النمساوي، واحد من مكتشفين هالاند، بس طبعا الكلام ده كان في البدايات، وتأكيدا طبعا على كلامه ونجوم كتيرة جدا خرجت من الفريق زي نابي كايتا، زي ساديو ماني، زي مينامينو، زي ايرلينج هالاند. كنت بهزر معاه طبعا، بقول له لو احتفظتوا بالنجوم دي كان ممكن يعني تحققوا ده بطولة دوري الأبطال، لكن طبعا ما ننساش إنه النجوم دي مرت بحالة انتقال لفرق كبيرة وبالتالي تطور مستواها. ساديو ماني مع سالزبورج، غير ساديو ماني مع ليفربول، غير ساديو ماني مع بايرن، نفس الحكاية، هالاند مع دورتموند، غير هالاند مع السيتي، غير بدايته في سالزبورج، لكن في النهاية تبقى مدرسة سالزبورج من أهم المدارس اللي تحترم جدا في كيفية اكتشاف المواهب.